السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم. قدم 63 عاما أعمالا فنية. إذن 63 عاما من العطاء الفني. قدم لنا فيه 300 عمل فني ما بين سهرة تلفزيونية ومسلسل ومسرحية. عبد المنعم إبراهيم حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، وحصل على درع المسرح القومي عام 1986. هو من مواليد 1924 ميلادية. توفى المرحوم عبد المنعم إبراهيم في شهر نوفمبر 1987 رحمة الله عليه. الفنان المبدع عبد المنعم إبراهيم هو من حاز دائما إلى أدوار الكوميديا. طبعا هو دائما كان يبدع في أعمال الكوميديا، حتى أن البعض لقبه بشارلي شابلن العرب. نقدم الفنان الكبير الاسم عبد المنعم إبراهيم محمد حسن المؤهل. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949. كان الفنان الكبير حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ببولاق بالقاهرة الكبرى. بعد ذلك حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان صديقه في اختبارات القبول بالمعهد الفنان عبد المنعم مدبولي رائد مدرسة المدبوليزم. والحقيقة أن الاثنين نجح في اختبارات القبول بالمعهد، وكانت الاختبارات أمام لجنة من أساطين المسرح المصري مكونة من جورج أبيض، نجيب الريحاني، يوسف وهبي، زكي طليمات. أول مسرحيات الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم كانت مسمار جحا على المسرح الحديث، وكذا مسرحية ست البنات. الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم ترك فرقة مصر المسرح الحديث عام 1955، وقام بالانضمام لفرقة مسرح إسماعيل ياسين، وقدم عدد من المسرحيات الرائعة، نذكر منها معركة بورسعيد، الخطاب المفقود، جمهورية فرحات، جمعية قتل الزوجات. الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم وأدواره السينمائية. أهم أفلامه الزوجة 13، فيلم عدو المرأة، فيلم سر تقية الإخفاء الذي قدمه عام 1959 للمخرج نيازي مصطفى. سر تقية الإخفاء فيلم سينمائي للمخرج نيازي مصطفى، حيث قدم الفنان عبد المنعم إبراهيم دور الصحفي عصفور قمر الدين. يبقى عبد المنعم إبراهيم الكوميديان الكبير قدم دور الصحفي عصفور قمر الدين، وكان صحفي فاشل في مهنته حتى وجد تقية الإخفاء، وعن طريق تلك التقية السحرية نجح في عمله الصحفي، ويستعد للزواج من آمال. آمال هذه هي الممثلة زهرة العلا، وفي الفيلم يحدث الصراع الكوميدي مع أمين الذي قام بدوره
توفيق الدقن، الفنان توفيق الدقن، والذي نافس عبد المنعم إبراهيم في حبه لفتاته آمال. وهذه لقطات متنوعة للفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم في أدواره السينمائية. هذه الصورة من فيلم الزوجة الثانية، الفيلم الشهير. الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم مع الفنان المبدع عادل أدهم. لا يستطيع أحد أن ينكر أن الفنان عبد المنعم إبراهيم من أهم من لعب أدوار الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، وعلى عتبات السبعينيات لم يعد فناناً كوميدياً، وصارت مسحة الحزن أعمق في معظم أدواره. البداية كانت في 1964 حين لعب عبد المنعم إبراهيم أعظم أدواره في فيلم بين القصرين للمخرج حسن الإمام. وكان دور عبد المنعم إبراهيم في الفيلم، قام بدور ياسين عبد الجواد الابن البكر للسيد أحمد عبد الجواد اللي هو يحيى شاهين. كما قام الفنان الكبير ببطولة مسلسل أولاد آدم وأبكى الجميع، هذا الكوميديان الرائع بالتراجيديا أبكى الجميع وهو يقف مأخوذا من فاجعة فشله في تربية أبنائه. أما في مسلسل الشهد والدموع أبكان الفنان الكبير بإتقان دوره، حيث قام بدور الأب العاجز عن الوقوف بجوار ابنته زينب عفاف شعيب وأيتامها الأربعة.
مسلسل الشهد والدموع للمخرج إسماعيل عبد الحافظ سنة 1985، وهو من علامات يعني العلامات المؤثرة في الدراما المصرية. رحم الله الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم محمد حسن.